بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أيها السادة المشاهدون، طيب الله لقاءكم معنا اليوم، واليوم نستضيف لكم إحدى الشخصيات الموريتانية المعروفة، ومن خلال صوتها ستتعرفون عليها. معكم كما تعرفونني جيدا الصحفي الكبير والإعلامي المعروف في قناة الخريبة. إذا سيادة السيد الرئيس، نرحب بكم في مستهل لقائنا بكم، ونود أن تعرفوا السادة المشاهدين على ما تم إنجازه من أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. انتوا تعرفوا البلد كان هما في فساد، المفسدين كانوا يخربوا البلد. انتوا تعرفوا ما هو خافي على لاكاج يوم فساد، انتوا تعرفوا عنه قد، وهذا مهم. يا راكم تعودوا تعرفوا عن البلد ان شاء الله للقدام. وهي قال التجار المسائل اللي تسمعوا، والضرايب نحن نقولوا بلا ضرايب، الضرايب بلا ضرايب. هذا الضرايب انتوا تعرفوا عن حق المواطن وحق الدولة على المواطن، بما المواطن عنده حق على الدولة قال يقعد ما جابرو كامل يقير بعد الدولة حقا تعود ما يساكنا ساكتا عنه. هانتو تعرفوا ولا بد من يطرح، هانتو تعرفوا، وهذا اللي نقول لكم. ايضا سيادة الرئيس، المواطن يقول بانكم انتم تقومون بوضع الضرائب عليه، اما من ناحيتكم فلا جدوائية يجدها المواطن غير اثقال كاهله بالديون المتراكمة على موريتانيا. بماذا تجيبون؟ هل تسمع الديون ما هو حق؟ احنا الديون ذاك ما يقبضون، احنا كحزين عليه ما عادينش نقالوا الترشيد. وانتم تعرفوا الفساد المفسدين باكيهم، هاي الطريقه اللي نعاملهم بها هما كانوا طابين عليهم المجتمع، ما عادين كي كاتو يتقاسموا بيناتهم. اليوم القسمه تعود ما هي خارقه، غير ذاك اللي خارقه راهو خارق. انتم تعرفوا اليوم البلد ماشي ان شاء الله القدام، ذاك اللي هما اللور ما هو خارق. تعرفوا ذاك يتشعشع وذاك برش ذاك دور يوصلوا فيه، يا ريتكم تفهموا. اليوم البلد ان شاء الله ولا القدام. ولكن سيادة الرئيس، البعض يصف بأن الحرب التي جرت بينكم وبين رجل الأعمال الموريتاني السيد محمد ولد وعماته صارت حربا كحرب البسوس، حربا دامية. إذا لماذا تم طرد الرجل من موريتانيا أو لم يجد العافية الكافية كي يتمكن من إرساء أعماله في هذا البلد، حتى أنه أصبح الآن خارج البلاد حسب ما وصلنا إليه من معلومات؟ لكن البعض يقول بأنكم قمتم بشد الخناق عليه جيدا، وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تكون هنالك مشاريع تسند إليه أو لمؤسساته. لماذا فاجأتم الرجل بمثل هذه الأمور؟ قضية أبو عمات وأنا قلت لكم سكم على البلد، تعرفوه على خارج الواية كانت هون موجودة. البلد كان هون رجال الأعمال يعاونوا الرؤساء، هذا كان ما يقابلوا قبل على البلد يمشي قدام خارج لا قدام. وهل قال لكم وهاي الامور ما قلت لكم تقولوا هاي ولا تشدوا فيها الاخبار والبعمات ما بين معاش بين مع الضرايب، يخلص الضرايب يدخل في البلد ما عنده مشكله. كي جال الاعمال كاملين تعرفوا عبد الله يخلصوا الضرايب، وعبد محمد خلصوا الضرايب، وهل الشريف خلصوا وما طمنهم انتم تعرفوا، ويعاد لي لا قضيه القراب لا قربوا فلا قربوا خلص يفهموا يفهموا رجال الاعمال الاخرين يعطيكم تفهموا. اذا سياده الرئيس، اذا المعارضه تشكك في قدرتكم على ارساء مفهوم الديمقراطيه وتطالب برحيلكم في هذه الايام، اذا بماذا تجيبون المعارضه سياده الرئيس؟ المعارضه قال خطابهم انتم تعرفون من المفلس، انا جيتهم صناديق الاختراع والبلد انتم تعرفوا والبلد ماذا لا تبني ما عجال يلا تعود تطيف الامور الحقيقيه. هنا يفوتوا جو الانتخابات راهم يعاودوا يفقوا يسعوا يطيحون لكن ما غادي يجيش، وهم هاي فرصتهم لان رجال الاعمال كاملين ماهم معايا. انتم تعرفون اليوم رجال الاعمال ضدي بيولي الضرائب طرحوهم لقيها في مصلحه مواطن موسيان اللي يبنيو به الاطباق ويبنيو به القدرهات. ايضا شكرا لسياده الرئيس. أيضا أيها السادة المشاهدون، إلى حلقة قادمة مع بعض أعداد شخصيات موريتانيا، سنوافيكم مجددا من قناة عبد الله تي في مشاكس، والسلام عليكم ورحمة الله.